السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب، رح نبدأ إن شاء الله مادة الكورس الثاني اللي هي مادة الاتصالات للمرحلة الثالثة من قسم علوم الحاسبات، ولمدرس المادة في كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة. طبعا أنتم بالكورس الأول أخذتوا مادة الشبكات، هسه رح نبدأ مادة الاتصالات. أول ما رح نبدأ بمادة الاتصالات، عندنا الأساس اللي موجود عندي هو Network Device. شنو هي الوحدات الخاصة بالشبكة اللي أنا حستخدمها؟ إيش أحتاج حتى أسوي لي شبكة كاملة؟ عندي function of network device، الوظائف اللي أنا حستخدمها بربط الشبكات. أول ما أجي أريد أسوي عملية ربط لهذه الشبكات connection، لح أجي أسوي فصل separating لهذه الشبكة أو ربط بشبكة مع بعضها البعض. لويش؟ حتى أستخدمها توسيع شبكة معينة. يعني أنا عندي شبكة صغيرة، أجي أريد أسوي لها فصل، أفصل هذه الشبكة وأوسعها، أسويها إلى أجزاء أصغر. شنو اللي أحتاجه من الديفايزز، الوسائط اللي حتى أقدر أسوي هاي العملية؟ أما أحتاج ريبيترز، أو أحتاج إلى هب، أحتاج إلى بريدج، راوتر، بي راوتر، سويتشز، والجيت واي. هذه هي الأجهزة اللي أنا أحتاجها حتى أقدر أسوي عمليات فصل لشبكة كبيرة إلى أجزاء أصغر من الشبكات، وأسوي عملية اتصال بين شبكة وشبكة ثانية. أيضا أحتاج إلى ريموت أكسس، طرق الوصول مالتي بين جهاز وجهاز ثاني، أما يكون 56 اللي هو الكيلوبايت للمودم، أو يكون ADSL مودم أقدر أستخدمه لعملية الاتصال. Expanded Network، شلون حسوي توسيع للشبكة اللي موجودة عندي؟ أول ما أجي لازم أعرف أشياء أساسية. أنا ما أقدر أسوي عملية توسيع للشبكة إنه أضيف لها حاسوب ثاني أو أضيف مجموعة من الكيبلات. ليش؟ لأن هذا حيقلل الكفاءة اللي موجودة عندي، حيسوي لي less efficiency، يعني حيقلل الكفاءة اللي موجودة. أرجع نقطة ثانية، هنا شو يقول لي؟ أجي لازم أسوي install، أجي أسوي تنصيب أو تثبيت للكومبوننت مالتي، المكونات. شلون أسويها؟ لازم أسوي سيجمنت، مقاطع أجي أقسمها من اللارج لان، يعني الشبكة المحلية الكبيرة، أسويها إلى سمول لانز، يعني شبكات محلية أصغر. وراها أجي شو أسوي لها؟ أجي أربط هاي الشبكات المحلية مع بعضها البعض، وصير عملية توسيع لهذه الشبكة. النقطة الثالثة، لاحتاج إلى required component، مكونات معينة مطلوبة. شنو هي الأجهزة أو المكونات اللي أحتاجها؟ أحتاج إلى repeaters، أحتاج إلى bridge، router، بي router، switch، والgateway. هاي الأجهزة اللي أحتاجها حتى أسوي توسيع لشبكة معينة. أول جهاز لح أجي أتحرف عليه اللي هو repeaters أو الهاب. إحنا دائما المصطلح نستخدمه اللي هو الهاب. لح أجي أشوف الهاب. الهاب طريقة العمل مالته شلون حصير وشلون لح يشتغل. نقطة أساسية، الهاب أو الراوتر لح يشتغل بالأو أس آي، إحنا عندنا أو أس آي موديل أخذناها اللي هي اللايرز، لح يشتغل بالفيزيكال لاير، بالطبقة مال الفيزيائية اللي موجودة عندي. ليش؟ حتى يجدد الإشارة يرجع يرسلها مرة ثانية لمن؟ إلى المقاطع الأخرى اللي أنا أصلاً قسمتها. النقطة الثانية ايش حيسوي لي؟ حقدر استخدمه للهب مثل الريبيترز، لكن يكون عندي هنا لح يعرض لي مالتي بورت ريبيترز، لح يعرض لي ريبيترز متعدد المنافذ، يعطيني اكثر من منفذ حتى اقدر اني اسوي عملية ربط بيناتهم. النقطة الاخيرة اللي حيسوي لي اياها، حيسوي لي ريجنريت داتا، يعيد خلق البيانات ويسوي لي برودكاست، بث إلها لكل البورتات اللي موجودة وكل المنافذ اللي موجودة المتصلة. إذا هنا أنا عندي weak signal regenerated، إعادة خلق، هذا هو الريبيترز، حدخل الإشارة أسوي له إعادة خلق لهذه الإشارة وأرجع أبثها مرة ثانية. طبعا كل جهاز بي ميزات وبي قيود. شنو هي القيود أو الميزات الخاصة بالريبيترز أو الهاب؟ أول نقطة بالميزات، ما أقدر أسوي عمليات ربط بين الشبكات الموجودة، مو مثل السيجمنت. بالمقاطع يعني أقدر أسوي هناك عمليات ربط، لكن هنا بالريبيترز ما أقدر أسويها. النقطة الثانية، ما أقدر أربط المقاطع ويا من؟
ويا اكسس ميثود ثانية مثل السي دي، السي اس ام اي، او اي جهاز ثاني ما اقدر اسوي لها عملية وصول الها. النقطة الثالثة، ما يقدر يقوم عملية عزل او فلترة للحزم اللي موجودة عندي. ليش؟ لان هو يتعامل ويا سيجنال، يتعامل ويا اشارات، فما اقدر، ما يتعامل ويا باكجات، فما يقدر يسوي لي عمليات تصفية وعزل. طبعا يقدر يوصل او يوصل مجموعة مختلفة من الوسائل عن طريق الكيبلات، يسوي لي كونكت ويا تايبس اوف ميديا، كل انواع الكيبلات اللي موجودة. النقطة الاخيرة هي اكثر وحدة من الطرق اللي موجودة عندي بعملية توسيع الشبكة، اكثر وحدة اقتصادية تساعدني بعمليات توسيع الشبكة. وراها لح اجي اخذ نوع ثاني اسمه البريدج. البريدج اللي هو مثل الجسر. شنو بي اساسيات البريدج؟ عنده انبوت واحد واوتبوت واحد، مدخل واحد ومخرج واحد. اقدر استخدمه اعزل حركة النتورك ترافيك، ابدي ارتب الترافيك اللي موجوده، ابدي اعزلها. ليش؟ لان يتعامل ويا باكج، فاذا اقدر اسوي له فلتر، اقدر اسوي له ترافيك واجهزه الحاسوب. ايضا يحتوي انتليجنت، يحتوي على جهاز ذكي يساعدني اسوي فحص لكل الحزم اللي موجوده عندي كسورس وديستنيشن. سورس اللي هي الحزم اللي جايه من المصدر، ديستنيشن السورس اللي هو المصدر الرئيسي، والديستنيشن المكان مع العنوان اللي اريد اوصل له. اقدر اسوي له انكمينج باكج لكل الحزم اللي موجوده. بما انه انا سويت له فحص، فاذا هنا أنا ما اقدر اتعامل ويا معلومات يكون مستواها عالي. اخر شيء قلنا بما انه هو حزم، ما اقدر اسوي فحص لكل البروتوكولات المستخدمة، فما أقدر أسوي له فلتر للبروتوكولات. طريقة العمل مالته شلون حتكون؟ طريقة عمل البريدج حتكون بالميديا اكسس كنترول اللي موجودة بالطبقة الفرعية للاو اس اي موديل، هاي لازم نحددها. راح يستخدم جدول معين مثل الجداول اللي موجودة بالراوتر، راح يستخدمها يسجل بها عناوين مع سيجمنت المقاطع وشنية الادرس، كل عنوان موجود بيها. اذا كان العنوان الرئيسي مع المصدر الخاص بالمقطع هو نفسه عنوان السورس، احنا دائما عندنا سورس ديستنيشن، سورس يعني مصدر او المركز الرئيسي، ديستنيشن الوجهة اللي اريد اني اوصل لها، مين حدز ومين حستلم. اذا سورس اللي ادز من عنده، ديستنيشن مكان الوصول اليه. شي يسوي لي هذا؟ حيوقف عملية الإرسال. ليش؟ قلنا إذا كان عنوان الوجهة اللي أريد أوصل لها هي نفسها عنوان الإرسال مال المصدر، فإذا يوقف عملية الإرسال، ما يصير اثنينهم نفس العنوان، لأن هذا ايش حيأذي لي؟ حيأدي إلى أنه forward to the other segment، ينتقل إلى المقطع الثاني اللي موجود. إذا هذا هو البريدج بـ input واحد output واحد. دخلت آني المقطع الأول، سويت له راوتينج تيبل، دخلت البيانات، قستها، سويت لها فلتر وخرجت البيانات اللي موجودة، راحت إلى المقطع الثاني، الربط مقطع ثاني بعملية الاتصال. حجي هنا شلون أسوي creating switching a table؟ شلون أجي أسوي أني جدول أكتب بيه العناوين؟ إحنا كل حاسبة معروفة عدنا بيها جدول معين، فإذا يعتمد على الادرس مال هذا الحاسبة اللي هتقوم بعملية الإرسال. أكتب جدول معين، أكتب بيه العنوان مال حواسيب، حضيف هذا الادرس إذا ما كانت موجودة بالتيبل. إذا صار عندي switching table، segment 1 الحاسبة اللي اسمها 01 وحاسبة اسمها 02، segment 2 لح يحدد لي شنو أرقام الحواسيب، لح تنتقل عملية انتقال إذا متعرف، أي شيء جديد ما متعرف حيسوي له ستوب لأن ما متعرف بالتيبل. عندي الريموت بريدج هنا شلون راح يشتغل؟ دائما الريموت بريدج راح يستخدم بالشبكات الكبيرة اللي هي اللارج نتورك. هذه لويش؟ لأنه ما راح تهتم أو تخفي المقاطع اللي موجودة على نطاق واسع. أيضا يستخدم البريدج عن بعد، مثلا اقدر اني اسوي عملية توصيل واتحكم بيه عن طريق خطوط الهاتف.
آخر شيء أريد أسوي شنو الفرق بين البريدج والريبيتر. الريبيتر مثل ما قلنا بالأو أس أي لاير يشتغل بالفيزيكال لاير، بينما البريدج بالداتا لينك لاير. الريبيتر حتى أجي أحدد ريجنريت أعيد خلق البيانات لح يعتمد على السيجنال على الإشارات، لكن بالبريدج يعتمد على الحزم، لذلك قلنا يشتغل بفلتر هنا ما يشتغل بفلتر. ريديوس نتورك ترافيك ما يقدر يقلل لي الازدحامات اللي موجودة بالشبكة، ليش؟ لأن يعتمد على السيجنال، بينما هنا بما أنه هو يعتمد على باكيجات إذا أقدر أني أعتمد على أقدر أسوي له ريديوس نتورك ترافيك، أسوي جداول وأبدي أسوي عمليات الترتيب. إن شاء الله يكون واضحة المحاضرة. هذه بس يعني عنصرين أساسية اللي هو الريبيتر والبريدج، المقارنة بيناتهم، طرق تساعدني على عملية ربط الشبكات مع بعضها. شكرا لكم طلاب.